مرحبا، أنا لبان، أهلا وسهلا فيكم بقناتي أكلة أونلاين. بدنا نعمل مع بعض اليوم طريقتي للسبونج كيك، طريقة كتير حلوة وأنا معتمدتها وكتير ظريفة. خلينا نشوف المقادير مع بعض. بيض 450 جرام، 8 بيضات حجم كبير، 6 سكر 225 جرام، طحين 225 جرام، فانيليا مركزة نص معلقة صغيرة، رشة ملح. منضيف الفانيليا للبيض، شغل الخفاقة على سرعة عالية ورشة الملح. منضيف السكر، طبعا أنا هون ضفت السكر على دفعات، ما بعرف ليش بصراحة، يعني بالعادي أنا بحطهم كلهم مع بعض ونفس النتيجة، ما لقيت فرق يعني. منضل نخفق لا يختفي السكر، ليدوب تماما. بنفس الوقت الخفاء عم تشتغل، بجهز صينيتين بمقاسهم 30x40، بمدهم بورقة زبدة. خلصنا خفق، كتبت رقم 8، طاف على وش المزيج. بضيف الطحين شوي شوي وبحرك مع التقليب، كتير كتير مهم شوي شوي مشان ما أخسر الحجم اللي أخدته. بضيفه على دفعات، الطحين منخول كتير منيح، ما فيه تكتلات أبدا. بحرك بتأكد إنه ما في عندي تكتلات. هلأ هون مديت نص المزيج بصينية وحدة ومست الوش كتير منيح، ضروري نمسد الوش كتير كتير منيح مشان ما يطلع معنا الوش مجعلك. حميت الفرن طبعا أول ما بلشت الشغل على درجة حرارة 200 لمدة 10 دقائق أو حتى ليحمر الوش، يعني ممكن يأكل 13 دقيقة. هاي السبونج بعد ما صار جاهز بحرر الأطراف وبطالعه من الصينية، بستنى عليه شوي طبعا ليبرد، بعدين بطالعه من الصينية. هاي بعد ما قشرت عنه ورقة الزبدة وجاهزة للاستعمال. صحة وهنا. هلأ السيروب خلونا نعمله مع بعض. السيروب كتير كتير بسيط وسهل، هو عبارة عن مقدار من السكر، أنا هون حطيت 250 جرام سكر، بحط ضعفه مي وبحطه على النار يغلي، يدوب يبلش يغلي بطفي تحته. هلأ السيروب هو مهم لتسقية الكيك، ضروري هذا الكيك يتسقى بالسيروب، وبحسب بنكهه بالنكهة اللي بدي اياها. صار السيروب عنا جاهز سوايا، وصحة وألف هنا.